ليه كل الناس تجري عليكي وتطبطب على وجعك انتي وانا لا؟ ليه كل الرجاله اللي نقابلهم في حياتنا يحبوك انتي وانا لا؟ يا شيخه ده حتى فريد مشط المعفن اللي كنت بحبه ايام الدار ما سابنيش يا لولو عشان خاطر امه كانت مستعريه مني زي ما قلت لك. لا انا بس قلت لك كده لما حسيت ان كرامتي اتداس عليها بالجزمه، لما عرفت ان هو بيقرب لي عشان يوصل لك انتي. من يومك وانت حاطه نفسك في نص الدنيا ولازما كل الناس تلف حواليكي، لكن انا بقى تعرفي انا عايزه ايه ولا نفسي في ايه؟ لا طز، معتبراني الشياله بتاعتك او اللبيسه، ولما ضميرك ينقح عليكي ترمي عظمه للكلبه اللي انت مجريها وراكي. انت اللي تتسالي ليه يا لؤلؤ؟ ليه حظ الدنيا يجيلك كله وانا لا؟ ما تردي، عشان ده اسمه رزق يا مروه. ربنا لوحده هو اللي بيوزع الارزاق. صح، وهو اللي مطلع على القلوب. ربنا عارف نوايا كل واحد فينا، كان عارف انا نيتي من جوايا ليكي ايه، كان شايف انت جواكي ليا ايه. كل واحد فينا بياخد جزاه اللي بيعمله. انا بقى عملك الاسود في الدنيا يا لؤلؤ. ايش تاخدي كام وتمسحي الفيديو؟ 10 مليون. واللي خليهم لك 30 قصاد ايه؟ تقتلي بدر. انا خلاص اتاكدت ان هو اللي كان عايز يقتلني. موافقه.